مش ماشيين مش ماشيين. ثورتنا قاعدة في الميدان. الميدان على الميدان على الميدان. والأمن عامل ايه دلوقتي؟ الأمن هيبقى فين هو؟ وما حدش قال عليه. يا جدعان على الميدان على الميدان. والناس صلت ورجعت بس الناس كلها ترجع. ماشي على الميدان على الميدان. الامن هناك عامل ايه؟ انا شيخ على الميدان على الميدان على الميدان على الميدان. ثورتنا يا شباب في الميدان. الامن المركزي عامل ايه؟ عاوزين كلمه دي عشان النت. الامن المركزي هناك عامل ايه؟ ولا سلام الحمد لله. الامن المركزي قاعد مستقر ما دام الشباب ما بيرمش على طوب. بس هو مش الشباب معايا. المجلس عسكري والجيش قاعد والشرطه قاعدين، ولكن الثوار بيرموا عليهم طوب فبيضطر الجيش يدافع عن نفسه. لسه حالا ظابط مضروب نفسه طوبه حصاد سلاح. صلى رسول الله صلى رسول الله صلى رسول الله. لا لا الجيش على الجيش. بعد اذنك روح على الميدان. الجيش بعيد عننا. انا الجيش. انا اقول الكلام ده عنك. الجيش احب ان اقول كلمه لاهالينا في البيوت، اطمئنوا ان شاء الله. فنحن شباب الازهر اتينا للصلح بين الشباب وبين الشرطه. اخواننا في الشرطه وافهم ان هم يوقفوا اطلاق النار لحين او اطلاق الكلاب المسيلة الدموع حتى يقف الثوار من رمي القذائف. رقم واحد. رقم اثنين، هذه الجامعه الامريكيه بجوارنا تم اشعال الحريق في المبنى. من الذي يتحمل المسؤوليه؟ الداخليه. الاجنبي سيقول مصر باكملها. الاجانب يقولون مصر باكملها. الاجانب يقولون ان مصر لا يعرفون شرطه لوحدها ولا يعرفون شعب. الكل يتكلم عن مصر كتلة واحدة. الخراب يأتي لمصر دفعة واحدة. هجيلك. لذا كلمتنا أن نجلس في الميدان. فنحن معتصمون في الميدان حتى تتحقق المطالب. في الميدان.